في كل موسم من مواسم العباقرة بتقابلنا حيرة كبيرة، والسبب كأس الطالب المثالي. كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي من مدرسة بدر الثانوية بنات محافظة البحيرة، إسراء نبيل. ألف مبروك يا إسراء. إسراء نبيل بنت البحيرة، البنت الهادية الجميلة اللي خطفت قلوب الكل بأخلاقها وشطرتها. إسراء بسم الله ما شاء الله عليها، يعني بعمرها مجتهدة ومصبرة ودايما أفكارها حلوة، فكانت هي أول واحدة عرضت فكرة إنها تشترك في البرنامج على المدرسة، والحمد لله يعني الحمد لله هي اجتهدت وعملت اللي عليها على قد ما قدرت، وأنا راضية، يكفي شرف المحاولة ويكفي بس شرف إنها اشتركت في البرنامج، وده شيء أسعدنا وأسعدنا كلنا وأسعد والدتها وتيتا وكل ولادي وإخواتي وإخواتها وإخواتي كلهم. ألف مبروك. طبعا ما كنتش متوقعه خالص ان يتم اختياري كطالبه مثاليه موسم 11 برنامج العباقره. صراحه ما قدرتش اتكلم، ما قدرتش اقول حاجه، يعني كنت بحاول استوعب الموقف بس ايه اللي بيحصل دلوقتي او كده. احنا فخورين بيكي جدا وهنفضل دايما فخورين بيكي. انا مبسوط ان الكاس اخيرا هيروح البحيره وهيبقى في ايدك. طبعا يعني حابه اشكر ماما وبابا واختي وكل عيلتي انهم دعموني جدا بجد من كل النواحي، وبجد ليهم يعني ما كنتش هقدر ان انا اعمل اي حاجه. البونبونايه بتاعتنا اسراء بونبونايه العيله كلها والله، يعني ما شاء الله عليها دؤوبه ومكتوبه. لا هي بونبونايه البحيره وبقت بونبونايه العباقره كمان ما شاء الله. حسيت ان قلبي فرحان قوي، وبقول الحمد لله يا رب انك كللت مجهودها وتعبها، لانها ما كانتش بتنام وبتاكل يا دوبك سندوتشات وبسرعه عايزه تجيب معلومات عايزه تذاكر، وقلنا ربنا سبحانه وتعالى ما تعش تعب حد، فالحمد لله. شرفتنا على مدار الموسم بالكامل، ما اختلفناش عليها ولا احنا ولا زمايلها ولا المدارس اللي بتلعب قصادها. حاسه بالفرحه طبعا، حاسه بالفخر ان انا قدرت اجيب كاس لمحافظه البحيره، ودايما ان شاء الله اقدر اشرف عيلتي ومدرستي ومحافظتي ان شاء الله. بقول لك يا بنتي دايما ربنا موفقك يا رب كده، ودايما اشوفك في اعلى المناصب، ربنا يراضي خاطري فيكي. اتمنى لها ان هي دايما متقدمه ودايما كده ربنا يديها كل هي تتمنى اكتر شويه، لانها تستاهل كل خير، وانها انسانه بره بوالدتها وبابوها، وهقول لك ان هي الام الثانيه لاخواتها، ربنا يكرمها يا رب ويوفقها في كل حياتها. والدتك احسنت تربيتك الحمد لله، فانت علما وقبليها خلقا. كل فريق العباقره بيتمنى لك الخير والتوفيق يا اسراء، لانك تستاهلي، انت فعلا نموذج للطالب المثالي.